إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. قال هذا صحيح بشرطهما. طبعا هذا لنا برضو معه إن شاء الله أي جولة هذا الحديث، وحنفهم ليش النبي قال هيك. ولذلك اضطر بعضهم إلى تحريفه، فرواه بعضهم فاقبلوه. إذا رأيتم معاوية على منبري فاقبلوا، حرفوه، لأنه صحيح قال صحيح يحرجهم، فاضطروا إلى إيه الكذب على رسول الله فحرفوه إلى إيه فاقبلوا بالباء. واضطر الناصري الكبير عبد الله ابن أبي داود صاحب السنن، مش هو صاحب السنن، أبوه صاحب السنن، في عندنا أبو داود السجستاني رجل رحمة الله عليه إمام، وعنده ابن منحرف، كان منحرف حتى أخلاقيا، مش هقول لكم اقرأوا ترجمته للأسف، نسأل الله الستر والعافية، منحرف أخلاقيا اسمه عبد الله. على فكرة معظم أعداء أهل البيت في كل زمان عندهم انحرافات أخلاقية، شيء غريب، أعداء أهل البيت انتبهوا، شيء غريب، النواصب. هذا عبد الله بن أبي داود كان منحرفا أخلاقيا وكان ناصبيا، صاحب كتاب المصاحف، أبوه كان يحذر منه، سأذكره للشيخ أبو الفيض. نعم، أعني الأب صاحب السنن التي هي أحد كتب الستة. أما الابن فله مؤلفات أخرى، وكان ناصبيا خبيثا، وكان أبوه تعرفوا إيش معنى ناصبي؟ ناصب يعني يتدين ببغض أهل البيت، دينه بغض عليه وأهل بيته والعياذ بالله. نعم، ناصبيا خبيثا، وكان أبوه أبو داود يقول عنه إنه كذاب فلا تروا عنه. اضطر هذا ابن أبي داود إلى زعمه أن معاوية هذا هو معاوية ابن التابوه. إحنا طبعا لا سمعنا ولا سمعت أذن التاريخ دلونا عرفونا أوقفونا أيها الإخوة على المكان الذي ولد فيه ابن التابوه هذا، لا أحد يعرفه. ألفه من عنده هيك، اخترقه واختلقه أنه ابن التابوه وكان منافقا. قال ابن التابوه هذا حلف أن يتغوط على المنبر، منبر رسول الله، فقال النبي الحديث إذا رأيتم معاوية على منبري قال إيه فاقتلوه. قصة سخيفة ولا إلها أي زند، كلام فارغ. ذكر هذا السيوطي، طبعا لم يذكره أبو الفيض الغماري، أنا قرأته أيضا في اللآلئ الموضوعة، اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي، ذكر هذا كلام في منتهى السقوط والتهافت، وذلك من كذب أو من كذبه كما ذكرته في جونة العطار. وقد قال الحسن البصري أو غيره، بل الحسن البصري مر علينا في أكثر من مرجع أو غيره، عقب رواية هذا الحديث فقد رأينا معاوية يخطب، يعني يخطب على منبر رسول يعني، فلم نقتله فما نجحنا ولا أفلحنا، لو قتلنا يقول حسن البصري كان ارتحنا وارتاحت الأمة، بس ما عملنا.